وضع محافظ صلاح الدين اسماعيل خضير الهلوب حجر الأساس لمشروع تأهيل وتوسيع الممر الثاني لمدخل قضاء الدور الرابط بين العلم وتكريت بطول 18 كيلومتر. وأكد المحافظ أن المشروع الجديد سيفك الاختناقات المرورية ويمنع الحوادث ويقدم خدمة كبيرة للوافدين إلى قضاء الدور. وأضاف أن الإعمار لن يقتصر على منطقة معينة، وخطتنا المستقبلية تضم مشاريع استراتيجية مهمة ستغير واقع المدن إلى الأفضل والارتقاء بها إلى مستوى حضاري يليق بمواطنيها، وذلك مرهون بعامل الوقت، لكننا بدأنا ولن نتوقف. الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا لكل وسائل الإعلام. عجلة الإعمار لم تبدأ اليوم، لكن بدأت منذ فترة ليست بالقصيرة. الحمد لله اليوم باشرنا بهذا المشروع، وهو من أهم المشاريع في قضاء الدور، مشروع استراتيجي بكلفة 10 مليار دينار عراقي، يربط قضاء الدور بمركز المحافظة. طول هذا الطريق بحدود 18 كيلومتر. احنا بخططنا بالمحافظة نعمل على ان يعني يكون هناك بنى تحتية للطرق والجسور مناسبة في محافظة صلاح الدين. مثل ما تعرفون صلاح الدين محافظة فقيرة من حيث الطرق والجسور، لكن بخططنا بخطة الأمن الغذائي وضعنا عدة مشاريع، قسم منها جسور ومجسرات وقسم منها ممرات ثانية للشوارع اللي تربط بين الأقضية، وهذا واحد من هذه المشاريع باشرنا به اليوم. محافظة صلاح الدين محافظة مهمة تربط بغداد والأنبار بكركوك وأقليم كردستان والموصل، ولذلك سوف تكون يعني عقدة مواصلات مهمة في المستقبل القريب. يجب أن تكون هناك بنى تحتية مناسبة، وهذا الطريق طبعا راح يقلل من الازدحامات الحاصلة في الذهاب والإياب إلى القضاء، ويقلل من الحوادث. معدل الحوادث حسب ما أخبروني مديرية المرور بحدود 25 وفاة سنويا بسبب الحوادث في هذا الطريق، وهو طريق من ممر واحد وتكثر فيه الحوادث. هذا الطريق إذا إن شاء الله بعد أن يكتمل سوف تقل جدا الحوادث المرورية، وهو الهدف الأساسي طبعا مثل هكذا مشروع، لأن احنا نريد نحافظ على أرواح الناس وأموالها وممتلكاتها، ونقلل من الازدحامات ونسهل عملية مرور السيارات الكبيرة وسيارات الحمل باتجاه بغداد أو باتجاه الإقليم. خطة 23 سوف تكون هناك المشروع الثاني اللي هو اللي راح يربط ما بين يعني قضاء الدور وقضاء سامراء. يجب أن يكون هناك ممر ثاني ما بين المدينتين حتى يسهل عملية النقل أو التنقل ما بين مدينة سامراء ومدينة الدور. في عهد رئيس الوزراء السيد محمد الشيع السوداني ورعاية السيد محمد صلاح الدين الشيخ اسماعيل الهلوب تم وضع حجر الأساس لمشروع الممر الثاني لطريق الدور تكريت بتاريخ 16/7/2023، حيث حيل هذا المشروع ضمن خطة الأمن الغذائي لمحافظة صلاح الدين عام 2023، وإن هذا المشروع مشروع استراتيجي وحيوي، حيث يساهم إن شاء الله الممر الثاني يساهم في تقليل الحوادث والازدحامات، وهو يربط قضاء الدور بمركز المحافظة تكريت وقضاء العلم والمناطق الشمالية جميعا. حين هذا المشروع إلى شركة القصر العباسي، وانطلق العمل بتاريخ 16/7/2023، ونأمل بأن يتم إنجازه في مدة تنفيذ 540 يوم، أي سنة ونص. رعاية السيد محافظ صلاح الدين المحترم الشيخ إسماعيل خضير الهلوب تم وضع حجر الأساس للمشروع السايد الثاني اللي يربط قضاء الدور بمركز محافظة صلاح الدين، وسيكون هذا الطريق ذو أهمية كبيرة في تقليل الحوادث وتقليل الزخم وربط المناطق الشمالية بالقضاء. هذا طريق السايد الثاني طريق مهم وحيوي، وطريق الدور كركوك، هاي السيارات من كركوك إلى الدور إلى بغداد إلى سامراء راح يخفف عننا العبء ويخفف الحوادث اللي قاعد تصير بالدور. يعني هذا الطريق قاعد تكثر الحوادث فيه،
راح يصير سادين راح يفيد المنطقة ويفيد أهل الدور ويفيد كل المحافظة يعني مسامرة، حتى لأن صار طريق الدور الكركوك أو تكريت هذا طريق دولي يعني، لأن كل البضائع من الشمال تجي باتجاه سامراء وباتجاه بغداد وكل نواحي العراق يعني، لأن ذاك الطريق عن طريق ديالة صعب وبعثرات هواية، فهذا الطريق جيد فراح يقلل الحوادث ويفيد المنطقة ويحيي المنطقة إن شاء الله. نشكر السيد المحافظ وإدارة المحافظة على هذا المشروع الطيب اللي يفيد المنطقة ويفيد أهالي الدور جميعا ويفيد المنطقة جميعا المحافظة جميعا، ونطالب بإنشاء الجسر اللي يربط الدور بمكاشيفة أو بناحية دجلة حتى يتم المشروع وتكمل الدائرة بين المحافظة.